ثقافة ولا عن غريزة؟ الغريزة لا، يعني أنا مش شايف إن هي غريزة. فالثقافة يعني نسبتها أكبر من الغريزة. غريزة؟ لا، أظن إن هو نتيجة غريزة. مستحيل تبقى غريزة لأن هي ثقافة. الثقافة أكتر من إن هي غريزة، الغريزة دي مش موجودة في الناس كلها. هي مشكلة ثقافة، لأن هي الغريزة موجودة في كل حتة، يعني الغريزة عند كل بني آدمين. في مشكلة ثقافة عند المصريين وفي نفس الوقت غريزة شوية، لأن هما بيستغلوا موضوع الغريزة دي مع الثقافة اللي عندهم في مشكلة التحرش. واحنا سايبينها بصراحة، يعني لو عايزين نتحكم فيها نتحكم فيها. هو ناتج عن يعني ايه مشاكل الشباب اولا، وتاني حاجة ان البنات لو ماشيين في الشارع محترمين، اي واحدة لو ماشية محترمة لو اي حد بصلها هيبصلها ان هي مفيش حد بيبص عليها. انما لو واحدة ماشية مثلا معلش باي بنطلون كده او كده، ممكن اي واحد يبصلها بصة مش حلوة، عشان كده بيتم التحرش. يعني مثلا لو بصيت في الاعياد، دايما بتلاقي في الاعياد ان حالات التحرش الجنسي كلها بتبقى من الناس اللي بتظهر، يعني سوري، الناس اللي هي بتظهر في العيد بس، اللي هي الناس بتبقى من الاحياء الشعبيه قوي، او من الناس اللي هي ثقافتها التعليميه مش على قدر عالي يعني وكده. لو غريزه لو ما قدرناش نحكم فيها نبقى حيوانات هي اللي ما بتقدرش تتحكم بالغريزه. لكن الثقافه اللي هي ثقافه، لانك بتلاقي طفل عنده 11 12 سنه وبيتحرش بالناس وهو ما يفهمش يعني ايه تحرش اصلا، او يعني الغريزه عنده لسه ما اكتملتش. لكن اعتقد ان هو ثقافه يعني بالدرجه دي، لان الثقافه دي برضو ثقافه شعب مختلفه. الغريزه موجوده عند اي حد، بس الثقافه نفسها هي اللي بتتولد مع الانسان وهي اللي بتربى فيها. يعني هي برضو انا بقول لك موضوع ان هي ثقافه، لان الموضوع بيحصل ان انت مثلا لو جيت في مكان، المكان ده معروف ان الناس اللي فيه ناس يعني مستوى التعليم عندهم اعلى شويه، او مستوى الفكر عندهم عالي، ما بتلاقيش في المكان ده موضوع التحرش الجنسي. حتى لو جبت واحد من الناس دي وحطيته وسطهم، هو بدماغه هيلاقي الناس كل اللي حواليه، هيلاقي الناس اللي حواليه كلهم ناس على وعي عالي، فمش هيقدر ان هو يعمل كده.